الخير عليكم جميعا، ويا هلا بكل من انضم لمتابعتنا على شاشة روتانا خليجية وبرنامج الشباب الأول ساعة شباب. أم نايف في موسم الرياض شخصية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. أبطال مسرحية الملكة شقيلة في العلا يتحدثون عن كواليس العمل. وفي سلطنة الخميس أجواء فنية مع الفنان عبد الله الرفاعي. طيب مشاهدينا، نروح معاكم لجولتنا في عالم السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. تغريدتنا الأولى من حساب موسم الرياض: المكان مكانك لين ما يطيح اللي براسك يا أم نايف، يا زين الصدفة اللي جمعتنا فيك في بوليفارد رياض سيتي. طبعا أم نايف من أشهر وألطف الشخصيات اللي ممكن تشوفها على السوشيال ميديا وخاصة التيك توك، وطبعا القائمين على موسم الرياض وثقوا زيارتها لما صادوها في البوليفارد وهي تستمتع بالأجواء والفعاليات. نصور فيلم. فيلم إيه؟ فيلم وثائقي عن الموسم. فيلم في الله يسعدك يا أمي، في حراجة تصوريني. ابشري الله يسعدك، ابشري ولا يهمك، بس جوالك كيف افتحه؟ الله يسعدك. اجمعي شوفيها شوفيها عجبتك ولا ما عجبتك؟ طب ولدك الحين جاب تروحين لشلون؟ لا يمه، انا مطوله، انا رايحه طويله، ما عندي شيء، ابعد ابعد لين يطيح اللي براسي. فعلا الأجواء في موسم الرياض ممتعة للصغير والكبير في نفس الوقت، ويا زينك يا أم نايف، ونتمنى فعلا أنك تكوني استمتعتي في أجواء البوليفارد في رياض سيتي، ولازم نقول لك تخيلي بعد أكثر وأكثر وأكثر في موسم الرياض. نروح لتغريدة ثانية، وصراحة مقطع لفتني في حساب خالد محمد، يقول: شاهد كيف تخلص الماعز الجبلي من هجوم النسر. فعلا هذا اذا قالوا لك يا روح ما بعدك روح، هذا هو العنوان العريض على هذا المشهد اللي بنتابعه للماعز الجبلي اللي دحدر نفسه من على الجبل عشان بس يتخلص من مخالب النسر اللي متمسك فيه بقوه ومو راضي يفكه، وما استسلم وجلس يناضل لين اتعب النسر وفاز بحياته من جديد. الغريب في الموضوع واللي يحزنكم ونحن نشوف هذا الفيديو ان في ماعز ثاني قاعد ينزل وراه يتابع المشهد يبغى يشوف وش بتكون نهاية هذا الصراع. فعلا نقدر نسميه صراع على البقاء، والنسر عاد لازم يروح يدور له فريسة ثانية غير هالماعز اللي أصر انه ينفذ بحياته ويفوز وينتصر في النهاية. وأنا ما كان حارق قلبي إلا الماعز يذكرني في بعض الناس الموجودين في حياتنا، تعرفوهم اللي إذا صار لكم شيء يجروا وراكم بس عشان يشوفوا، لقافة فضول ما عندهم أي شيء ثاني. يا الله نعيش ونشوف. روح إلى حساب التواصل الحكومي، وموسم الرياض يمنح الفرص ويفتح باب مجالات جديدة لاستثمار أفكار وقدرات الشباب. فقرة السامري نموذج لافت حول نوع جديد من الفرص في إدارة الكوادر. مجال من 2012، وقتها كنت ممثل عادي اطلع في الاعلانات،
في نهاية 2016. طبعا أنا كنت أشوف مثلا في الإعلانات السعودية أو في الأعمال السعودية الفنية كنا نشوف أشياء ضايقنا مرة، أنه شخص ما يعرف يلبس شماغ ويمثل أنه سعودي. بديت أفكر وأني أسس كاستنج إيجنسي لإدارة المواهب والاستكشاف واستقطاب المواهب. تواصلوا معنا أنهم يحتاجون مؤدين بالفن السامري ويمزجون هذا الفن بالتمثيل، واشتغلنا على الموضوع هذا تقريبا لثلاث أيام أو أربع أيام، وكان العدد مرة كبير، أنك توفر 136 مؤدي. دائما عامل الوقت هو أهم شيء عندنا. صراحة مجهود كبير ومميز يقدمونه الشباب السعودي من خلال موسم رياض بصفة عامة ومن خلال العروض الفنية المقدمة على مدار الموسم. يعطيكم ألف عافية شباب، استمروا، أنتم أهل هذا النجاح وقادرين دوما على العطاء والتميز اللي شفناه صراحة إلى الآن، شيء مذهل جدا. إلى حساب التواصل أيضا، حساب كأس العالم للأهداف العالمية، نبارك للفريق السعودي كفو فوزهم بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، فخورين فيكم وبإنجازكم. The next game is gonna be Kafu. Give it up for the runners up of the Close Calls World Cup. فريق كفو، أنتم كفو وتستهلون الفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، ونتمنى فعلا من قلوبنا نشوفكم في مراكز متقدمة دائما ترفعون اسم المملكة عاليا. نروح مشاهدينا أيضا إلى خبر أخير معنا، والقبض على لاعبة كرة قدم. هذا شيء طبيعي، ولكن الغريب في الموضوع راح تعرفوا، خلونا نقرأ لكم الخبر. اعتقلت الشرطة الفرنسية لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات أميناتا ديالو بشبهة التحريض على الاعتداء على زميلتها في الفريق، حيث كلفت الأولى رجلين ملثمين بالاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي والتي تلعب في نفس المركز حتى تتعرض للإصابة وتنافسها في اللعب. يعني نقدر نقول أنها غيرة السيدات موجودة حتى في كرة القدم ظهرت، لكن هذه المرة كانت بصورة صراحة عنيفة ما شفناها أبدا في عالم كرة القدم الرجالية. ما أعرف صراحة وش أعلق أو وش أقول، ولكن شايفين معانا في الفيديو الشقرة هي الضحية في هذه المرة، والمتهمة الرقم 20، ايش اسمها قلنا؟ خليني اقول لكم اسمها، فين اسمها؟ أميناتا ديالو. يعني هذا الطبيعي والمتوقع، ولكن شيء غريب صراحة. الرياضة فوز وخسارة، ليش الزعل وليش اروح اتهجم على واحدة معايا في نفس الفريق عشان ما تلعب؟ والله شيء غريب الصراحة، ومن نعيش فنشوف. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل أبطال مسرحية الملكة شقيلة في العلا يتحدثون عن كواليس العمل. تحتفي منطقة الحجر في العلا هذه الأيام بعرض مسرحية الملكة شقيلة ملكة الأنباط، وهو عرض تفاعلي في رحلة عبر الزمن. تجسد المسرحية حقبة زمنية محددة كانت تمر خلالها القوافل العابرة لشبه الجزيرة العربية
عبر العلا، حيث شكلت العلا لهم منطقة مرور استراتيجية في ذلك الوقت. طبعا هذه المسرحية من خلال نصوص مكتوبة في حقبة زمنية امتدت لما قبل 5000 سنة، تقدم في عرض لمدة 30 دقيقة. لتفاصيل أكثر حول المسرحية اسمحوا لي أرحب بضيوفي، بطلة المسرحية الفنانة تيما العطاس ومخرج هذا العمل الفنان سالم بحمش. أهلا وسهلا فيكم، منورينا في ساعة شباب من منطقة العلا تحديدا. وبداية أبدأ معك أستاذ سالم، يعني يمكن أنا في البداية ذكرت نبذة مختصرة عن المسرحية، ولكن إيش اللي ممكن نعرفه أكثر عن مسرحية الملكة شقيلة؟ أول شيء أهلا وسهلا وفيك وكل المشاهدين، مشاهدين ساعة شباب، هذا البرنامج الثري، البرنامج الشباب المتابع من جميع أطياف المجتمع. اليوم احنا في حضرة أبو الفنون في حضرة المسرح، وفقا للهيئة الملكية الفرصة الملكية بالعلا الملكة شقيلة. هذه المسرح النبطية الشعبية موجودة في قصتها منذ آلاف السنين، التي دخلت عاصمة من المتجر إلى المتجر الصالح، وقام بتأسيس الاستقطاب وحافظ على طب أستاذ سالم، يعني الأعمال التاريخية من هذا النوع يحتاج لها تحضير مختلف في هذا، نبي نعرف يعني في هذا النموذج كيف كانت التحضيرات؟ طبعا زي أي عمل دائما احنا نحضر العمل بداية من الكتابة، وكتبتها الرائعة رماء سلطان، وبدأنا احنا نحضر هذا النص، بدأنا تكتيك الشخصيات، بدأنا كتابة الأشياء أو الإخبارات، الأشياء بجمعيات العرض المسرحي، بعد كذا بدأنا مرحلة إدارة المسرح، بدأنا بعد الصوفات، أخذ منا خطوط طويلة لأنه تضغط جميل. طيب تيما، نحن نبارك لك دور الملكة شقيلة، وصراحة متشوقين نعرف منك أكثر عن قصة الملكة اللي بتلعب دورها في هذا العمل. أهلا فيك لمياء، والله يبارك فيك دور، إنك باركتيني بدور الملكة شقيلة. بحقيقة إنه قصة الملكة شقيلة هي الملكة القوية الحكيمة اللي ملكت الأنباط، اللي حافظت على مملكتها، واللي استطاعت إنها تثبت دور المرأة القوية في مجتمع النبط. طب يعني نبغى نعرف إيش الجانب اللي كان بالنسبة لك أكثر صعوبة في أداء مثل هذا الدور، خصوصا أول شيء إنها مسرحية، ثانيا مسرحية تاريخية، وبعدين دور الملكة شقيلة، يعني إحنا نتكلم عن شخصية هي محور القصة في العرض. الأصعب هو لما تتقمص الشخصية، لازم تكون دور المرأة القوية اللي تبين ملامحها الحادة اللي عندها، اللي حتى ابتسامة ما تقدر تسويها سواء في التمثيل أو إنك لما تيجي تقرا الشخصية في النص في الإعدادات الدنيا، لازم تبيني مع الشكل مع اللبس مع يعني من مجموعة كلها كشخصية الملكة شقيلة، لازم تبين إنها هي المرأة القوية. يعني هذا الشيء صعب اللي شوية وتحديت، والحمد لله إنه طلعت بشخصية الملكة القوية اللي حبتها الناس، اللي الناس كلها عرفتها. وانت ما شاء الله تبارك الله عليك تيما، أبدعتي في أداء هذا الدور. عندنا مقطع من المسرحية، خلونا نشوفه ونرجع لكم. منذ أكثر من 2000 عام كانت مملكة الأنباط تسود ممالك شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وبأمان وسلام سارت قوافل التجارة عبر طريق البخور تحت حكم الملكة شقيلة وبحماية جند الأنباط. هي
لي 20 دينارا ذهبيا حارثيا وشقيليا. لن طول حكمك يا شقيلة، سأجلس على عرشك وأحكم وإسم الملك. هبوا يا جيش النبط العظيم، يا رجال الصخر والشمس، هبوا لقمع التمرد. مشاهدينا مكملين معاكم ولكن فاصل قصير وراجعين. مستمرين معاكم مشاهدينا في حديثنا عن مسرحية الملكة شقيلة والتي تعرض حاليا في منطقة الحجر في العلا. اسمحوا لي أرحب بضيوفي، طبعا ملكة وبطلة المسرحية تيما وأيضا مخرج المسرحية سالم. خليني أروح لك تيما، يعني ما شاء الله تبارك الله أبدعتي في أداء دور الملكة شقيلة، بس نبغى نعرف يعني هذه المسرحية قدمت في الموسم السابق، وهل يعني تكرار عرضها يسهل الدور على الممثل ولا واجهتي صعوبة للمرة الثانية؟ هي ما فيها صعوبة كثيرة، فيها صعوبة من ناحية إنه عشان الفترة اللي بين المسرحية والأولى والثانية لازم بحاول إنه أغير في أشياء مرة كثير. يعني غير عن المسرحية الأولى في أشياء أنا قدمتها كرياكشنات الوجه كأداء، فبحاول في الثانية إنه أعطي أكثر، أغير أسوي شيء غير عن الأول. فالحمد لله إنه ما واجهت أي صعوبة مرة كثيرة، الحمد لله عدى وصار مرة أحلى وأحلى، مع اللبس، مع تغيير الملابس، مع تغيير الأزياء، الإكسسوارات، هذه كلها برضو بتساعد كممثل إنه يقدر يسوي الفرق بين الأول والثاني ويقدر يغير. خصوصا كمان اتوقع يعني مع حفظ الدور وفهم الشخصية اكثر وانك تأديها للمرة الثانية، خلاص الموضوع صار يعني سهل بالنسبة لك، والخبرة ايضا لها دور كبير، فاصبحتي متمرسة في هذه المسرحية. طب خليني اروح للأستاذ سالم، خلينا نتكلم شوي من ناحية الجانب الاخراجي، يعني ايش يختلف في اخراج عمل تاريخي من هذا النوع، وخصوصا يعني وسط مسرح تفاعلي وايضا التحديات الفنيه؟ طبعا اليوم احنا يعني المنطقه التاريخيه او العمل التاريخي عمل مهم، خصوصا انه احنا لازم نستند العمل التاريخي على مراجع تاريخيه حقيقيه، على وقائع حقيقيه حدثت في التاريخ. فهذا هو الصعوبة، تكمن هنا، يعني تكمن انه انت كيف ممكن تحضري لهذا العمل التاريخي بحيث انه يكون يواكب العملية. وممكن اليوم احنا يعني اشتغلت انا اعمال تاريخية كثير في الفترة الماضية، ابتداء من سوق عكاظ الى العلا في الملكة شقيلة الى درب الشعراء في فترات سابقة. التحضير مهم جدا انه يكون عندك مادة ومرجعية. عندنا يعني احنا اليوم بنشتغل عندنا كاتبة مميزة الأستاذة رماح جوبان، كتبت وثقت المصادر. اليوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تراجع هذه المصادر معانا حتى نطلع بعمل جميل وعمل مميز يكون حاضر للناس ونقدم فيه الفائدة والتاريخ والمعلومة. طب يعني بنعرف شخصيات الأخرى في هذه المسرحية وكيف تم توظيفها كمخرج بالنسبة لك؟ طبعا العمل هذا عمل كبير، عمل ضخم، يعني اليوم يحتوي على 110 ممثل تقريبا. أبرز الشخصيات الرئيسية هي الملكة شقيلة وديمسي وأبي عدن، ويعني التجار اللي موجودين، تجار القوافل، التجار، تجارة الشام، تجارة الهند، تجارة الرومان اللي كانوا يزورون الحجر، هذه أبرز الشخصيات. لكن الحدث الأبرز والحدث المفصلي في هذا العرض المسرحي هو تمرد ديمسي القائد على حكم الملكة شقيلة، وكيف استطاع توحيد الصف، أن الشعب توحيد الصف وتحالفهم مع الملكة شقيلة واستمرار هذه المملكة، مملكة الأنبار.
طيب تيما، يعني ما شاء الله عليك، انت ممثلة متمرسة، فنبي نعرف التجارب اللي خطيها وشكلت هذه الامكانيات الفنية في شخصيتك كممثلة. التجارب والله في شخصيات كثير جربت انا كممثلة، في شخصيات اللي هي الزوجة، صديقة، شخصيات اللي هي الدرامية العادية اللي ما حسيت فيها كقوة في الشخصية دي، أو حبيت الشخصية اللي هي حبيت أكثر شخصية الملكة شقيلة. أحس الملكة شقيلة هذه طلعت كل اللي فيها كممثلة. حبيت الشخصية من المسرحية الأولى، أعطيت أكثر، حسيت فيها إنه أنا شقيلة، إنه أنا الملكة شقيلة هي هذه. ليش؟ لأنه من جد حبيت الشخصية. أما الأشياء الثانية سواء في الأفلام القصيرة، مسلسلات، الشخصيات اوكي انا حبيتها، بس انه مو زي قوة برضو اقول لك، هي مو زي قوة شخصية الملك شقيلة. واضح يعني ان تجربتك في المسرح فيها حب وشغف اكبر من التلفزيون، واكيد يعني من ناحية الاداء. هل تشوفي التفاعل مع الجمهور بالنسبة لك كممثلة افضل بكثير من التلفزيون؟ طبعا تفاعل الجمهور. انا الحين ما اجي في اي مكان بروح، حتى لو ماني لابسك ازياء الملكة شقيلة او ماني مقمصة شخصيتها، بلاقي الناس عرفتني انه كملكة شقيلة، الملكة شقيلة. حتى هنا يعني من العلا الحمد لله الكل عارفني. اهم شيء الاستاذ سالم يعني ما يزعل لما تكون ملكة شقيلة وقت المسرح، في البيت ما عندنا ملكة شقيلة، صحيح استاذ سالم؟ لا طبعا، يعني الملكة شقيلة تختفي في مجرد انتهاء كواليس الملكة شقيلة، لكن في البيت فيما من الفنانات الجميلات اللي اشتغلت مسرح وتلفزيون كثير، اشتغلت في عدد من المسرحيات الموجودة، تم اختيارها للملكة شقيلة بناء على سي في جيد كانت تمتلكه في المسرح. يعني اشتغلت في موسم جدة في بيت الدهاليزي، اشتغلت في أكثر من عمل مسرحي، فتم اختيارها لشخصية الملكة شقيلة. لكن فيما تختلف تماما في البيت عن الملكة شقيلة، يعني هذا اللي كنت بقوله، أن أكيد الملكة شقيلة كانت قريبة كثير لقلبها وعزيزة على قلبها، خصوصا بعد عرض الموسم الأول من مسرحية الملكة شقيلة تم ارتباطكم في بعض، وأتوقع أن هذا السبب اللي أن تكون المسرحية قريبة كثير وأحب عمل قدمتها تينا. هل توافقيني هذا الرأي؟ لا طبعا، احيانا ترى افضل علي اقلب له على شخصيه الملكه. يعطيكم الف عافيه، نورتونا وشرفتونا، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا العمل، وبانتظار ايضا اعمالكم القادمه. شكرا لكم. ان شاء الله تزورينا يا لمياء. ان شاء الله باذن الله. عاد الاجواء في العلا ذي الفتره ما احكي لكم، ان شاء الله باذن الله رايحين على العلا قريب. مشاهدينا مستمرين معاكم، وبعد الفاصل سلطنه الخميس مع الفنان عبد الله الرفاعي. أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن إطلاق شركة رياضة المحركات السعودية، وطبعا ذلك لتعزيز النمو المتسارع لرياضة المحركات في المملكة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل مهند قحطان. والله الحقيقة يعني هذه خطوة يعني أنا أعتبرها بالنسبة لنا ضرورية وإيجابية في الوقت الراهن. شفنا التطور الكبير الحقيقة اللي تعيش المملكة يعني بصفة عامة وبصفة خاصة قطاع الرياضة، وبصفة خاصة يعني أخص كمان السيارات والدراجات النارية، بطولات عالمية، فورمولا إي، رالي داكار، إكستريم إي، والآن الفورمولا 1. فالآن احنا في مرحلة يعني تتوجب مننا ان احنا نلبي هذا الطلب، ونقدر الحقيقة نحقق رؤية
سمو سيدي ولي العهد ورؤية ومتطلبات وزارة الرياضة وما تطمح لها من تطوير لهذه الرياضة في المملكة. نحن نطمح من خلال الشركة هذه تطوير الرياضة ووضع وجعل الرياضة نقول يعني بيئة جاذبة للمستثمرين، ونقدر أيضا نحقق رغبات المستثمرين اللي هم لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة في الرياضة وبصفة خاصة رياضة المحركات. ما في بلد في العالم يستضيف رالي دكار وفورمولا اي وفورمولا 1 في نفس الوقت واكستريم اي، فهذه البطولة العالمية ما في أي دولة في العالم تستضيفها في نفس الوقت. وأيضا يعني يعكس هالاستضافات والانجازات اللي هو تأدية أبطالنا السعوديين. صراحة انطلاقة هذه الشركة تدل على قد إيش السعودية مهتمة في رياضة السيارات وتبغى توصل للعالمية. إحنا أصلا وصلنا ما شاء الله مع فورمولا 1 وداكار وفورمولا إي، فما شاء الله السباقات عندنا كبيرة، فنحتاج شركة زي هذه عشان تدعم هذه الرياضة وتتحكم فيها بشكل أفضل. قرار مهم وممتاز كان إنه انعملت شركة تحت مظلة الاتحاد بحيث إنها تنظم الفعاليات كاملة وتنظم المختصين في نفس هذه الرياضة فيما خص رياضة المحركات. يعني كان مثلا في بعض مثلا إيفنتات تكون مثلا شركات ثانية، شركات متخصصة مثلا في العلاقات في البي آر، بعض أحيانا ما يكون متخصص نفسه في رياضة المحركات كشركات، لكن الميزة إنه هنا بتكون عندك شركة هي متخصصة فيما يخص عالم المحركات والمهتمين في عالم المحركات. قولوا لها أنني لازلت أهوى مهما يطول النوى، مهما يطول النوى لا أنسى ذكراها، هي التي علمتني كيف أعشقها، هي التي سقتني شهد رياها فوق النخل، فوق يا فوق النخل فوق، مدري لمع خدها يا مدري القوم سري، أنت أحلى الناس في نظري جل من سوى يا قمري. يعني
السلطنة والطرب والأغاني ما تحلى يا جماعة إلا يوم الخميس، وخصوصا يعني إذا كان الطرب القديم الطرب الأصيل. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الفنان منورنا عبدالله رفاعي. منور عبدالله، أهلا وسهلا فيك. بتشكركم وبتشكر قناة روتانا خليجية على الاستضافة. خليني أبدأ معك بأول سؤال، يعني ما شاء الله تبارك الله أنت بدأت تغني من عمر صغير جدا، يعني 9 سنين وأنت داخل صحيح. في المجال الفني، فأحكي لي عن ذيك الفترة كيف كانت وأيضا إيش أضافت لك؟ هلا هي للأمانة كانت صدفة، كنت غني بين طلاب المدرسة وبين رفقاتي وكهيك الموضوع، يعني لحد ما كان في مهرجان بيجمع كل المدارس بيطلعوا المواهب اللي موجودة عندهم من العزف للغناء إلى ما هنالك، فتختاروني من المدرسة إنه أنا أمثل المدرسة بالمهرجانات اللي تصير بهديك الفترة. كان عمري 9 سنين، عملت أول حفل بسنة 1996. وأتوقع هذا أعطاك خبرة أكبر. أكيد كانت أول مرة بحياتي بدخل استوديو بعمل تسجيل، بعرف كيف لازم أوقف، كيف لازم غني، كيف كون على المسرح. فأكيد يعني من عمر صغير بلشت في هذا الموضوع. ما شاء الله تبارك الله. الجميل في الموضوع أنك بديت بغناء الطرب الأصيل، وهذا يأخذني لسؤال يعني عن أكثر الفنانين المؤثرين في أدائك. للأمانة أكثر الفنانين اللي كنت أسمع لهم بهذيك المرحلة كان الراحل صباح فخري، الراحل ملحم بركات، إضافة لسلطان الطرب جورج وسوف، وائل كفوري، الله نجوى يعني كرام. حنسمع شيء منهم؟ يلا أكيد. إيش رأيك تسمعنا؟ يلا بالغرام. يا سلام مش باقي حدا، قلبي قال عحاله اهتدى بالغرام. لو بتكون بسابع سما حب تكون لو حارة سما، حب تكون تفهم بالوما بالغرام. إذا أنت فرقتيني وبطلت تحبيني، والله لخلي عيني ما تعود تشوف. إذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لخلي عيني ما تعود تشوف. إذا انتي فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معروف. انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته، كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياته. انت خلقت لقلبي لي مطرحك جواته، كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياته. وإذا انت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لخلي عيني ما تعود تشوف. إذا انتي فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معروف. يا عبد الله، يعني انت ما شاء الله تبارك الله اتقنت الغناء بالوان كثير، يعني مثل الخليجي والمصري. هل تشوف انه يجب على الفنان انه يكون مؤدي لكل الالوان الغنائيه ولا لا؟ هلا الامانه ما بخفيكي، اول ما دخلت السعوديه واول ما بلشت بمجال الغناء بالمملكه كنت ما اعرف ولا اغنيه خليجيه غير رهيب ويا طيب القلب. الله بس يعني لما قالوا لي اول مره في انه لازم تغني خليجي قلت لهم انا ما بعرف شيء من الخليجي.
كنت لسه صفر في الموضوع. هذا الكلام كان 2016 تقريبا. بعد منه بلشت اتطور، بلشت اسمع، بلشت حاول احفظ، بلشت حاول اتوسع باللون الخليجي كغناء وكفن. من وجهة نظري الفنان اكيد لازم يكون ملم بكل الالوان، ما بالضروره يغني كل الالوان، بس لازم يكون ملم بكل الالوان، بيعرف الطرب الخليجي والفن الخليجي ايش هو، بيعرف الفن المصري وتنويعاته، وبيعرف اكيد اللون الشرقي او اللبناني والسوري اللي نحن بنشتغله. صحيح اتفق، لانه ما غلط الفنان يحصر حاله بزاويه محدده، انه انا ما بغني غير شامي. طب ليش؟ ما انا قادر اغني مصري وقادر اغني خليجي وقادر اساسا ثقف حالي فنيا بهي الالوان. بعدين بالنهايه عشان يكسب يعني شريحه جماهيريه بالضبط. متعدده بالضبط. من كل الالوان. أكيد. أكيد. طب المنافسه موجوده على الساحه الغنائيه بدون ادنى شك، وما شاء الله تبارك الله يعني في كثير من الشباب الفنانين الصاعدين في هذه الفتره ومتميزين. صحيح. ولكن بالنسبه لك عبد الله ايش بتسوي عشان تقدر تتميز بظهورك؟ هلا التميز ببين بانه الواحد يحاول يظهر او يتقرب للناس باللي هو اساسا متقنه 100%. يعني انا دائما بدور على شو الشيء اللي الناس بتحبه وانا قادر اني اوصل لهم اياه، انا فيني اتقنه بالطريقه الصح. نقطه يعني قوتك يعني بالضبط، وين نقطه قوتي اللي قادر اوصل فيها للناس. فمجرد ما انا كنت عارف نقاط قوتي وعارف الناس شو بتحب، فهون البني ادم ممكن يتميز عن غيره. في فنانين مميزين باللون الشعبي سواء المصري او الشعبي السوري او الشعبي حتى الخليجي. في فنانين متميزين باللون الطربي. يعني انا قد ما غنيت وقد ما طلعت وقد ما نزلت بضل برجع على الطرب. طبيعتي، شخصيتي، اللون اللي انا بحبه، الاتجاه اللي انا بحب ان يكون موجود فيه. فبحاول دور على النقاط قوتي اللي توصل للناس بشكل حلو اللي الناس تتقبلها وبشتغل بناء عليها. طب انت ما شاء الله تبارك الله يعني لك مشاركات على مستوى المهرجانات، اذا تكلمنا مثلا شتاء طنطوره كنت متواجد. صحيح. فيه، فكيف كانت هذه التجربه بالنسبه لك وايضا ايش اكتسبت منها؟ والله للامانه كانت تجربه حلوه بالنسبه لي. مدينه العلا كانت رحله استجمام، سياحه، تعرف على طبيعه جديده، جو رائع، الناس والسياح وطبيعة الناس اللي كانت عم تقابلنا والوفود اللي كانت عم تجي. فكنتي عم تقابلي مختلف الجنسيات، مختلف الشخصيات. هذا الشيء أكيد زادني ثقة بحالي لما بتشوفي القبول من جنسيات مختلفة، من أفكار فنية أساسا مختلفة. فهذا الشيء كان كتير أكيد أعطاني تجربة حلوة كتير. جميل جدا. طب إيش رأيك تسمعنا كذا أغنية على السريع؟ يلا حاضر. قبل أغنية الختام ايش راح تسمعنا؟ يا بعدهم الله نسمع. ياخذون اللي يبونا كل هالعالم ويكون الا قلب يتركون لا تمس ايدهم إلا قلبه يتركون لا تمس ايدهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبا واترك الباقي لهم عطني من دنياك حبا واترك الباقي لهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبا واترك الباقي لهم عطني من دنياك حبا واترك الباقي لهم الله عليك عبد الله. سؤال الاخير، احنا مستمتعين بدنا نكمل بالغنيه بس والله وانا وقت. اكثر حقيقي ما ابغاكم توقفوا لكن ضيق وقت البرنامج. ابى اسالك سؤال اخير عبد الله، هل تفكر مستقبلا في عمل اغاني سنجل خاصه فيك؟ والله في عمل سنجل ان شاء الله راح يكون يوم الاحد على انغامي يوتيوب، اوريدي هو جاهز ما شاء الله تبارك الله. اتسجل من ايام الكورونا كئيب شوي، بيحكي عن الحاله هذيك اللي كنا فيها.
لكن تأخر تنزيله، فإن شاء الله يوم الأحد حتكون على تطبيق أنغامي، اسمها يا دنيا، من كلمات وألحان حسين خليفة الشاعر اللبناني. نبارك لك هذا العمل مقدما، وإن شاء الله بإذن الله يكسر الدنيا يوم الأحد. يعطيك ألف عافية فنان عبد الله، وشرفتنا ونورتنا اليوم. شرف كثير كبير لي أنكم موجود معكم. والله الشرف لنا وسلطنا وانطربنا، وراح أخليك كذا مع العازفين تختار الأغنية الأخيرة إلى أن أودع مشاهدينا. بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا، نتمنى لكم ويكند سعيد، وبإذن الله نلقاكم الأحد القادم. أترككم بأغنية من صوت الفنان عبد الله الرفاعي. كون صيف أنا وياك، نجمة بالسما وغيمة، تسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيم. كون نصيف أنا وياك، نجمة بالسما وغيم، سافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيم. أحدنا نطير ونعلي، نجمة بالسما نخلي، نكتب بالهوى حبنا وندعي ربنا يديم. نمليها عشق وشواك، نعلم الناس حنية، وبد ما نجي طاري فراق، نخلي الدنيا وردية. العمر لو ما نعيش الحب، فهي وما لك القيم، سافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيمة. خلنا احكي لك اشواقي، واشوفك حبك ايش سوى، كل ما طالت المدة أحس بادها استوى. خلنا احكي لك اشواقي، واشوفك حبك ايش سوى، كل ما طالت المدة أحس بادها استوى. حط ايدي بيديك وصيف، ما تخسر وتدريني، انت فارس احلامي واجمل صدفة بسنين. يا لما عيشني احلى ايام ومنسيني احزاني، اسمك خارطة عمري، عيونك هن عنواني. عمري بدون ما يسوف فارغ يشبه الهيم، نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب.